صباح الخير على كل متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان. احنا معاكم النهارده من لايف جديد هنتناول فيه اسعار العملات، سواء العملات بقى الاجنبيه او العملات الخليجيه. الدولار الامريكي عامل النهارده 18.65 بالنسبه لسعر الشراء، اما بالنسبه لسعر البيع فهو عامل 18.71، وده بالنسبه لاخر تحديث في بنك مصر. طبعا سعر عادة بيكون سعر البيع أعلى من سعر الشراء. مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى مصرف لبيع الدولار سواء في سعر البيع أو سعر الشراء. اليورو النهاردة عامل 19.59 بالنسبة لسعر الشراء، أما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 19.91. الجنيه الاسترليني عامل النهاردة 22.94 بالنسبة لسعر الشراء، أما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 23.41. الفرنك السويسري عامل النهاردة 18.84 بالنسبة لسعر الشراء، أما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 19.15. زي ما حضراتكم تابعين معانا متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، احنا بنتناول معاكم النهاردة اسعار العملات، سواء العملات الاجنبية او العملات الخليجية. زي ما حضراتكم تابعين حركة سعر الدولار، الدولار من فترة سعره كان قليل، يعني كان 18.27 بالنسبة لسعر الشراء، اما بالنسبة لسعر البيع كان 18.37. بدأ يتزايد شوية، يعني بدأ يتزايد قرشين 5 قروش لحد لما يعني قفز مرة واحدة ل18.65 بالنسبة للشراء، أما بالنسبة للبيع بقى 18.71، وده بالنسبة لتحديث بنك مصر. الدولار الكندي عامل النهاردة 14.55 بالنسبة للشراء، أما بالنسبة للبيع فهو عامل 14.75. أي حد حابب يستفسر مننا على أي عملة ممكن يكتب لنا في الكومنتات وإحنا هنرد عليه. الدولار الأسترالي عامل النهاردة 13.12 بالنسبة لسعر الشراء، اما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 13.35. الدينار الكويتي عامل النهاردة 58.54 بالنسبة لسعر الشراء. دينار الكويتي عامل النهاردة 58.54 بالنسبة لسعر الشراء، أما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 61.04. دولار مقابل الجنيه المصري عامل النهاردة 18.65 بالنسبة لسعر الشراء، اما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 18.71، وده بالنسبة لتحديث الاخير في بنك مصر. الريال السعودي عامل النهاردة 4.96 بالنسبة للشراء، اما بالنسبة للبيع فهو عامل 4.98، وده سعر ثابت بقاله كام يوم. الدينار الاردني عامل النهاردة 25.90 بالنسبة للشراء، اما بالنسبة للبيع فهو عامل 26.38. الدينار البحريني عامل النهاردة 48.19 بالنسبة لسعر الشراء، اما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 29.62. الريال القطري عامل النهاردة 4.78 بالنسبة لسعر الشراء،
اما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 5.13، وده برضو سعر ثابت بقاله كام يوم. الريال العماني عامل النهاردة 47.33 بالنسبة للشراء، اما بالنسبة للبيع فهو عامل 48.59. الدرهم الاماراتي عامل النهاردة 5.07 بالنسبة للشراء، اما بالنسبة للبيع فهو عامل 5.09. زي ما حضراتكم متابعين معانا متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، احنا بنتناول معاكم النهاردة اسعار العملات سواء العملات الاجنبية او العملات الخليجية. عادة بيبقى سعر البيع اعلى من سعر الشراء، وده تقريبا في كل البنوك. طبعا البنوك بتختلف عن بعضها البعض بالنسبة لاسعار العملات، لكن مصرف ابو ظبي الاسلامي يعني يعد اكبر، يعني اكبر او اعلى سعر عملة للدولار في مصرف ابو ظبي الاسلامي. بنك مصر اخر تحديث ليه الدولار الامريكي عامل في 18.65 بالنسبة لسعر الشراء، اما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 18.71. اليورو في بنك مصر عامل 19.59 بالنسبة للشراء، اما بالنسبة للبيع فهو عامل 19.91. عفوا، الجنيه الاسترليني عامل 22.94 بالنسبة للشراء، اما بالنسبة للبيع فهو عامل 23.41. الفرنك السويسري عامل 18.84 بالنسبة للشراء، اما بالنسبة للبيع فهو عامل 19.15. زي ما حضراتكم تابعين معانا متابعي ابو كبير ميديا، نتناول معاكم النهاردة اسعار العملات سواء العملات الاجنبية او العملات الخليجية. زي ما حضراتكم ملاحظين ان الدولار يعني هو سعره ثابت زي سعر امبارح، بس هو سعره ارتفع شوية عن الاسعار الايام اللي فاتت. الدينار الكويتي عامل النهاردة 58.54 بالنسبة لسعر الشراء، اما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 61.04. الدينار الكويتي اعلى عملة، اعلى سعر عملة سواء في العملات الخليجية او العملات الاجنبية. الريال السعودي عامل 4.96 بالنسبة للشراء، اما بالنسبة للبيع فهو عامل 4.98، وده سعره ثابت بقاله كام يوم على السعر اللي هو فيه دلوقتي. الدينار الأردني عامل 25.90 بالنسبة للشراء، أما بالنسبة للبيع فهو عامل 26.38. الدينار البحريني عامل النهاردة 48.19 بالنسبة للشراء، أما بالنسبة للبيع فهو عامل 49.62. الريال القطري عامل النهاردة 4.78 بالنسبة للشراء، أما بالنسبة للبيع فهو عامل 5.13، وده سعر ثابت برضو بقاله كام يوم. الريال العماني عامل النهاردة 47.33 بالنسبة للشراء، أما بالنسبة للبيع فهو عامل 48.59. الدرهم الإماراتي عامل النهاردة 5.07 بالنسبة للشراء، أما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 5.09. الدولار الكندي عامل النهاردة 14.55 بالنسبة للشراء، أما بالنسبة للبيع فهو عامل 14.75. الدولار الاسترالي عامل النهاردة 13.12 بالنسبة لسعر الشراء، اما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 13.35. وبكده متابعي ابو كبير ميديا نكون تناولنا معاكم النهاردة اسعار العملات سواء العملات الاجنبية او العملات الخليجية. الدولار النهاردة عامل 18.65 بالنسبة لسعر الشراء، وده تحديدا بالنسبة لبنك مصر، اما بالنسبة لسعر البيع فهو عامل 18.71. عادة بيكون سعر البيع اغلى من سعر الشراء، وتختلف البنوك عن بعضها في اسعار العملات. يعني بنك مصر يختلف في سعر العملة عن البنك الاهلي، عن بنك سي اي بي، عن بنك الاسكندرية. فيعني البنوك بتختلف عن بعضها ولكن اختلافات بسيطة.
بنشكركم متابعي أبو كبير ميديا في كل مكان، واستنونا في لايفات تانية.